لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك. حشدوي تعال يا مصطفى. ايه الاخبارات يا عمل؟ كويس، جو حر قوي يا مصطفى. انا وانت طيب؟ يعني شغل القصب بقي تعب قوي. تعب والله غلب. والله غلب، يعني المزارع تعبان في الحياة. والله يكتر خير المزارع. ها؟ والله يكتر خير المزارع. والله مزارع خالك هيني خدت شوية الخرفان، لسه مودي شوية الخرفان، وهيني جيت القصب. يعني بص، الجو في رمضان يعني ما يعلم بيه غير ربنا، شايف انت الحرارة؟ والله العظيم كتر خيرك. اه بقول انت الحمد لله. بقول لك يا ابويا، مش حتو مالهم ام زفت؟ عايزه مرت شحتو بتتوحم. مرت شحتو بتتوحم؟ اه. طب ما انا عارفها بتتوحم. عايزه بيتزا بالجمبري. عايزه بيتزا بالجمبري. ومن فين بيجيبوها البيتزا بالجمبري دي؟ قالت انت قول له زي كو خلاص، هو يتصرف ويجيبه. مرت شحتو بتتوحم على بيتزا بالجمبري؟ ايوه. وهي قال عايزه بيتزا بالهمبرجر ده معاه في الاسمويه ده. مين اللي عايزه بالهمبرجر؟ هي ام شحتو. ام شحتو؟ ايوه. لا اله الا امال امال مرت شحتو اللي ابوها كان يغمز القرقوش في الشاي، ما جعان، عايزه بيتزا بالجمبري. بتوحم عليه ده. كام داي؟ والله ما عارف، كنت خش لها حج. والله ما عارف، ما عارفش اقول لك كام. ممكن يبقى اقول لك 300، يمكن يطلع اكثر، يمكن يطلع اقل. هوايل علينا وعلى ابونا. انت مرت شحتو دي يا عم مصطفى منك ما اتجوزت ولدي ما عايشاش عيشه اهلي. امال عايشه عيشه مين؟ البت دي من يوم الصباحيه وجبت لها بطيخه وقالت لي مرسية انكل، كاني ولداد وليدي. آه. عرفت البت دي انها مش عايشه عيشه اهلها. طب انا يا اخي شقيان في الزرع هنا. طب انا عارف بعتي لي اياه. اه انت عارف بعتي لي اياه على كده. آه. عارف انا مش سحري السحرت. اه السحرت يا ابوي مش، وهي عايزه تفطر جمبري، بيتزا بالجمبري. الله يرحم لها ابوها اللي مات ما اكلش البسبوسه. بيقول لك بتوحم عليها. في بنات يا مصطفى برضه خلي بالك، متجوزه مش عايشه عيشه اهلها. ايوه بتتنك على ناس جوزها. ايوه صح والله. ده ما ينفعش. والله صح. يعني انت ابوك يكون شقيان زي مرتي شحتو دي. ها؟ اه. قال اول ما تروح قال تتجوز لها الواحد في بيت ابوها يكون بتاكل بطاطس مهروسه وتاكل ملخيه ناشفه، ولما تروح لها عند بيت حد تدلع عليهم وتقول لهم انا بتوحم على التفاح. طب انا مش حتو يوم في شحتو توحمت عندهم. ايوه ايوه ايوه. اه والبنت دي منك متجوزها ولدي علمت ام شحتو. ايوه علمتها. طب يا ام شحتو كانت عارفه البيتزا؟ ما عرفاش. طب علمتها يا ابوي. انا كل اسبوعين ثلاثه ام شحتو هتقول لي هات لي واحده بيتزا ب 200 300 جنيه. آه. طب اجيب من وين خالك وانا شقيان في القصاب؟ ها؟ انت ناشف ريقك هنا، ريقك نشفان تمام، هم عايزين بيتزا في البيت. لا البنات في الزمن ده ربنا يكون بعونهن. متجلعات والله ما عارف اللي علي انا. اه انا قلت له خذ بنت خالتك. قال بنت خالتي حولي. آه. وطلع له 100 عيب في بيت الناس، بيت يعني زي البابور. آه. ممكن تاجي تشتغل معي في القصب. هنا راح اتجوز من البندر، قال لقيها مشمره كم القميص كده. ما هالبنات بتشمر دلوقتي يا مصطفى. آه. بتشمر كمام القميص، قال عشان يا توري درعه واللي تحط لك ريحه. دي الموضه حق. آه. الموضه دي. آه. الموضه. اه انا عارف، امبارح كمان طلعت موضه دلوقتي، قال البنات بتحط سلسله قال في رجلها من تحت. تمام. اه انا سالت بت، يا بنتي طب ليه حاطه السلسله دي؟ انت ايه لازمتها؟ يعني ايه فايده السلسله اللي بتتربط في رجلك من تحت؟ اه قال عشان الشباب يبص على الدكسه. يبص على الدكسه. اه ما هوايل تتعبى في شوايل. اه والله العظيم. آه. ومرت شحتو دي خلي بالك طلاقها قرب، يمكن قبل ما تولد هنطلقها. لو طلبت بيتزا تاني هطلقها خلاص. يا عم ساس امورك يا عم دوي. اه دي بنت قليله ادب. قليلة أدب على نفسه. بيتزتي يا أبوي. لكن هي كله من تحت راس أم شحتو، ليه متبعاه هي؟ آه وبعد كذا ده من يومين مصطفى قالت لي روح هات لي هندة ده شاورمي. شاورمي. وكل شوية تخترع لي حاجات، قال وآيس كريم، قال مش عارف اسمه إيه كده. وأنتوا في حياتكم ما أكلتوه ده؟ آه في حياتكم ما أكلتوه الحاجات دي؟ كنا وين يا أبوي؟ ناكل إياه. البيتزا دي في حياتكم ما اكلتوها انتوا؟ احنا خالك. طب حق البيتزا دي نجيب لنا 2 كيلو لحمه راس بيها؟ آه. نعزم جار الجار. ايوه صح.
وهي اصل لحمه الراس اللي بترم عظم الواحد بتزيتي يا ابوي. احنا بتعود بتزه هم دول بيوت جلع اكيد يا عم. اروح اشتري لي حته عجينه انا ب 200 جنيه اتجنيت. روح يا ابوي توكل على الله قول لها مفيش بيتزا. ما زي بعض يا عم. روح ماشي يا عم السلام عليكم. روح هات لهم فرخه ولا هات لهم طين على راسها وراس ابوها بيتزا يا اخوي. ده ابوها مات مسموم في الواكه.